التظلمات، الاستاذ خالد بيكلمني اهو، انا عايز اقول لكم انا حريص ان كل واحد له درجه ياخدها. عشان كده التظلمات هتبدا من يوم الخميس، هتاخد صوره الورقه بتاعت كراسه الاسئله عشان نضمن ان هو نفس النموذج. احنا الصوره بس، الصوره على الموقع ينزلها باسمه عليه، هنحملها على الموقع. الحاجة التانية نماذج الإجابة هنحملها على الموقع، الأسئلة هنحملها على الموقع، نشتغل بشفافية مطلقة. إحنا كل في دورنا إن له حق ياخده. له إيه؟ حق ياخده. الباركود اللي فوق على ورقة الإجابة وعلى من الجزء الأعلى والجزء الأسفل، محدش يجي يقول لي مش ورقتي. لا، حرصنا إن يبقى في باركود على ورقة الإجابة موجود في أعلى الورقة وفي أسفل الورقة، سواء ورقة البابل شيت أو سواء الورقه المقالي او الجزء المقالي. انا عايز اقول لكم ان صححنا الالكتروني بالسكان، وكنا بنشيك عليه على نسبه منه باليدوي علشان نضمن ان التصحيح الالكتروني ماشي في الاطار. المقالي اتصحح عبر التابلت واتصحح يدوي، والاعلى لو في نص درجه كنا بنحسبها للاعلى. يعني احنا في عمليه التصحيح السنه دي متوخيين الدقه البالغه، الدقة البالغة، علشان كل واحد ياخد حقه. وأنا الحقيقة يسعدني إن كل طالب كان متوقع لنفسه درجة جت درجته قريبة من الدرجة اللي أنا بقولش هي تماما، لكن بقول قريبة من الدرجة اللي كان متوقعها، وده يعكس مدى صدق عملية التصحيح وعملية التقدير.